رجع لنا تاني على التليفون كابتن محمد الترهوني. يا كابتن محمد، كنت بسألك من وجهة نظرك ايه اسباب الخسارة بقى النهاردة امام منتخب مصر؟ وما في سبب، يعني في سبب رئيسي للخسارة. احنا النهاردة بنلعب يعني ضد منتخب من أقوى المنتخبات يعني في أفريقيا، منتخب له تاريخ ومنتخب عنده نجوم. احنا حاولنا نكون يعني ند للمنتخب المصري وحاولنا ان نطلع بنتيجة إيجابية في برج العرب، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، هذه أحكام كرة القدم الحمد لله. مين أكتر لعيب كان في تعليمات معينة إن أنتوا يعني برقابة مشددة؟ هل محمد صلاح ولا تيم منتخب مصر بالكامل؟ أكيد هو محمد، يعني محمد صلاح نجم عالمي، وأكيد يعني إحنا واخدين بالنا منه وعاملين خطة إن يعني نوقفه. يعني الحمد لله قدرنا بشكل كبير ان نحسم الخطوره بتاعته، بس ككل المنتخب المصري يمتلك نجوم عديده ويمتلك عناصر تقدر تصنع الفارق في وقت. الحمد لله يعني بشكل كبير قدرنا نحسم الخطوره بتاع المنتخب المصري. كلمنت المدير الفني قال لكم ايه بعد المباراه؟ تحفيز للاعبين ككل، بيشكرنا على الاداء، كان سعيد ان كلنا رجال داخل الملعب، وما زال عندنا يعني الشوط الثاني في بنغازي حتكون مباراة قوية وصعبة للفريقين اكيد، واحنا عارفين يعني المباراة في بنغازي حتكون الكفة لنا احنا بحكم ان الملعب ارضيته صناعية، وتعدنا كفريق احنا في اللعب المنتخب المصري مش متعود على اللعب في ارضية ايوه. العشب الصناعي. بسألك بقى على جزئية، وانت واحد من اللعيبة اللي احترفت في الدوري المصري في سموحة، يعني بتشوف ازاي اداء منتخب مصر النهاردة قدامكم؟ والله المنتخب المصري كان يلعب بشكل ممتاز، وكان عنده شخصية قوية داخل الملعب، وأكيد يعني المدرب جديد للمنتخب المصري أعطيه دافع للاعيبة أنهم هم يكون يعني يكسبوا ثقة المدرب، وإحنا نعرف أن لما يكون مدرب جديد لأي فريق أو أي منتخب اللعيبة تكون عندها الحافز لتقديم معناه مستوى يليق بهم كلاعبين ويشرفوا منتخبهم. المنتخب المصري على طول منتخب قوي وعنده اسمه وعنده شخصيته، واحنا نعرفوا الحاجه هذه مقدرينها، ونعرفوا نلعبوا يعني نعرفوا لمن نلعب، واحنا نعرفوا نلعبوا لمنتخب قوي ونعرفوا الكره المصريه كويس. يعني على حسب ما انا معرفت بعد ما خلصت اتفاقك مع سموحه، كان في امكانيه كبيره جدا لانضمامك للنادي الاسماعيلي وانك تكون موجود او مستمر في الدوري المصري، ايه اللي حصل يا كابتن محمد؟ لا انا ان شاء الله حكون موجود في الاسماعيلي، انا مضيت سنتين معين خلاص. وإن شاء الله حكون موجود، هي بس لسه البطاقة الدولية توصل فيه إشكاليات بسيطة وحتتحل إن شاء الله. وأنا سعيد بانضمامي لنادي الإسماعيلي، نادي كبير، وأنا سعيد جدا بالتجربة دي، إن شاء الله ربنا يوفقني بها، وإن شاء الله حكون إضافة كويسة تساعد الفريق المشوار الجاي وفي بطولة الدوري مع الكابتن طلعت. أكيد إن شاء الله ربنا يوفقني ويعني وأكسب حب جماهير الإسماعيلي كلهم إن شاء الله. كلهم شايفينك دلوقتي وبيتمنوا لك كل توفيق ان شاء الله باذن الله مع الاسماعيلي. حبيبي حبيبي بلدي مصر، واحنا بنحبوك كشعب الليبي، على دماغنا واحنا من فوق. اخوه، احنا بنلعب كوره بس يعني صحيح. برا الكوره احنا بنحبوك قوي والله العظيم. واحنا كمان بنحبكم، ده كلام ما فيهوش مزايده على الاطلاق. بتمنى لك الله كل يبارك التوفيق فيك. ان شاء الله باذن الله. شكرا بشكرك شكرا حبيبي، جزيلا. شكرا، بشكرك السلامة. شكرا جزيلا كابتن محمد الطرهوني، كلمه مخلصه وطالعه باخلاص شديد. والحقيقة أنا دايما بحب الكورة اللي من النوعية دي، أكلمك بصراحة أنا أحب الكورة اللي بتقرب الناس. النهاردة أنا في حاجات لازم أخد بالي منها، اللعيبة واخدة بالها من بعضها، اللعيبة بتتعامل مع بعضها، في ندية وأه في حماس وأه في قوة في الملعب، بس الحقيقة أنه في تقدير وفي احترام، والمباراة شغالة والمباراة خلصانة، في تقدير حتى كمان من المديرين الفنيين الاتنين الأجانب، تقدير كبير لاسم البلدين. انا بحب الكوره اللي من النوعيه ديت، الكوره بتقرب، الكوره عمرها ما بتبعد، القريبين